مساكم الله بالخير وحياكم الله. نقولها لكل من يشاهدنا الآن على شاشة الرأي. قبل سنتين كان معانا، وبعد سنة من إعلانه لعدم خوض الانتخابات أيضا شارك معنا في لقاء الرأي وطل على مشاهدين قناة الرأي. اليوم نتساءل ماذا يقول من قال في بيان عدم خوض الانتخابات والذي تفاجأ فيه الكثيرين، قال يومها أن معالجة المشاكل في البلاد لا يكون بإعادة تشكيل الحكومة ولا يكون بحل المجلس تلو الآخر، الإصلاح في النظام السياسي في إطار الدستور هو حل مشكلاتنا في البلد. ماذا يقول محمد الصقر اللي فاجأ الجميع بالتوقف عن المشاركة والابتعاد، خلينا نقول، عن المشاركة السياسية؟ ماذا يقول على الوضع السياسي اليوم؟ حياك الله معنا أبو عبد الله. يا هلا، هلا ومرحبا. أبو عبد الله، استقالت الحكومة وأعيد تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد لتشكيل الحكومة من قبل أمير البلاد. المواطن اليوم في ظل الانتظار، ننتظر الحكومة الجديدة ونترقب متى تخرج الأسماء، يتساءل شو اللي وصل الوضع في البلد إلى هذا السوء ما بين العلاقة الحكومية والنواب؟ يعني أنا الآن بحل أتكلم على راحتي، أنا لم أعد نائب وبالتالي ما عندي حسابات النيابة. أنا أعتقد المسؤولية مسؤولية الطرفين، مسؤولية الحكومة ومسؤولية المجلس. وإذا أبي أروح أبعد من ذلك، يعني أروح بحالة فلسفية، أقول الديمقراطية تحتاج ديمقراطيين، السياسة تحتاج سياسيين، مثل ما التجارة تحتاج تجار، مثل ما الهندسة تحتاج مهندسين. حنا عندنا ديمقراطية، بس شعور يعني الممارسة الديمقراطية غير موجود مع كل الأسف. عندنا سياسيين، عندنا سياسة، بس عندنا قلة من السياسيين. يعني أول شيء الاستجوابات وصلت إلى درجة يعني قاعد يطرح الاستجواب بعض الوزراء قاعد يمرون، بعض النواب مو قابلين إن هالوزراء يمرون، مروا بحالة ديمقراطية، صار في استجواب وصار في طرح ثقة، مروا استجواب تلو الآخر وصلها إلى ما وصلت إليه. بنفس الوقت هالاستجوابات تمر، صحيح تمر، لكن في بعض الوزراء تدري انهم مقصرين. معقولة كل هالاستجوابات ما يحاسب ولا وزير واحد ولا يقال ولا وزير واحد من قبل الرئيس تتحدث، من قبل الحكومة؟ نعم. يعني الطرفين مسؤولين، لكن ليش وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؟ أنا أعتقد في أسباب أخرى، أهم هالأسباب هو صراع أفراد الأسرة الحاكمة. آل الصباح الكرم، كل واحد فيهم قاعد يحفر إلى الثاني، وكل واحد فيهم عنده مريدين، وكل واحد فيهم عنده نواب، وفي اصطفاف. شنو علاقة الشيوخ وصراع الشيوخ بالنواب وقرار النواب بالاستجواب؟ النواب صافين لأسباب مصلحية ولأسباب انتخابية ما اللي تسميها. هذا الشيخ عنده النواب، وهذا الشيخ عنده النواب، وهذا الشيخ حرك النواب، وهذيل الشيوخ عندهم جرايد وعندهم تلفزيونات، وقاعد الصراع يعني على عينك يا تاجر. أهم شيء إذا بتحل مشاكل السياسية في البلد، أنا أعتقد إذا حليت صراع داخل الأسرة الحاكمة تحل 60-70% من المشاكل. لكن في مشاكل أخرى، في ضعف التشكيل الوزاري، في يعني زودوها كذلك الأخوان في الاستجوابات، أصبح المجلس مجلس يعني يمارس الدور الرقابي أكثر ما يمارس الدور التشريعي. في مشاهد يشوفنا الحين ويقول محمد الصقر اللي كان يشارك ويستجوب ويمارس دوره الرقابي يقول هذا الكلام، هل الاستجوابات اليوم أصبحت عيب؟ هل لا لا لا, لا 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 أنا قلت لك في بعض الاستجوابات في محلها، في محلها، وفي بعض الوزراء يمرون بالاستجواب بس تدري فيهم لازم يسقطون، وإحنا نعرف شلون بعض الوزراء يمرون. يعني إلى حد الآن أنا ما شفت ولا وزير سقط، الحكومة عندها أغلبية، بس هذا مو معناته الأغلبية موجودة عندها الوزراء. يعني خليني أقول لك شغلة واحدة. تفضل. الآن استقالت الحكومة، في بعض النواب يقولون إحنا بنستجوب مرة أخرى، في بعض الاستجوابات محق وفي بعض الاستجوابات غير محق، لأن بالبداية ما كان محق، فيقول لك أنا فاتت علي فرصة الاستجواب، لكن الوزير هذا رد في نفس الموقع في نفس المنصب أنا بستجوبه.
ما عندك مشكلة أذن بالدعوات، دعوات بعض النواب قبل تشكيل الحكومة باستجوابات جديدة؟ في بعضها محق، بعضها محق. بعضها تقدر تسمي لنا الأشياء بمسميات؟ لا أنا ما بديش بالتفاصيل، أنا أقول بعضها محق. أنا أقدر أقول على استجواب واحد غير محق، نعم، وما كان يجب أن يتم، اللي هو استجواب وزير الخارجية. نعم، أنا ضد هالاستجواب، لأن هذا استجواب يعني يضرب الوحدة الوطنية ويأجج الروح الطائفية، وهذا شيء مو زين. جميل، زين. اليوم الشيخ ناصر المحمد يعمل على تشكيل الحكومة الجديدة، لو استشارك سمو الرئيس أو لو أعطناك الفرصة لإسداء نصيحة لسمو الرئيس في هذه الفترة، فترة تشكيل الحكومة، شو تقول له؟ شوف عبد الله، أنا أعتقد الشيخ ناصر بعد إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل صاحب السمو أمام فرصة تاريخية أنه يأتي بنهج جديد يختلف عن كل تشكيل الحكومات السابقة. نهج، أول شيء الحكومات الحالية كلها حكومات تقليدية وأسماء تقليدية وبسن مو صغير. يعني الحين خلينا ناخذ مثلا أعمار الوزارة الحالية، أعمار الوزارة الحالية فوق 59 سنة، معدل أعمار الوزارة الحالية، معدل أعمار مجلس الأمة تحت 45 سنة، يعني في فرق حوالي 15 سنة. يعني يمكن الـ النائب المفروض يقول حق الوزير عمي، يعني عمي مو عمي، يعني عمي احتراما. نعم، اليوم في كل العالم، في كل العالم تشوف الشباب هم اللي قاعد يوصلون إلى سدة الحكم، إلى الوزارات، إلى رؤساء. يعني أوباما عمره في منتصف الأربعينات، رئيس وزراء بريطانيا عمره في أوائل الأربعينات، رئيس حزب المحافظين عمره في نهاية الثلاثينات، وزراء تشوفهم بالثلاثينات والأربعينات. الشيخ ناصر هذيلا ما يعرفهم، الحكومة هذيلا ما تعرف الشباب، لكن المفروض يصير فيه مثل هيد هانتينج، مثل ما يسوون تشكيل الحكومات الغربية، تعال حط لك ليستة من 200-300 شاب ونقحها وخذ منهم 3-4 نق فعلا حسب الكفاءة، ويفضل أن يكون عنده بعد اقتصادي. هذا جانب. الجانب الآخر، الشيخ ناصر أنا برأيي المفروض يسوي حوار، يجيب كل القوى السياسية ويطرح عليها قصة تشكيل الحكومة ويأخذ الزبدة. اليوم أنت بالحكومة القادمة المفروض يكون عندك مجموعة نساء، ليش مرة واحدة بس؟ ليش ما يكون عندك 3 أو 4 نساء بالوزارة؟ النساء مو أقل من الشباب، النساء هذه فرصة تاريخية، ويكونون يعني في كرايتيريا، إلى يعني في وصف آلية، آلية إلى اختيار الوزراء، مو أي وزير. الحين احنا شايفين ان أي وزارة قاعدتي مجموعة أسماء صار لها تداول على فترة 20 أو 30 سنة. طيب هذه الأسماء، يعني أنا خلي أعطيك مثل وزارة الشيخ يابر عام 1970، الشيخ يابر الأحمد الله يرحمه، رحمة الله عليه، معدل أعمار شيوخ الوزراء كان في بداية الثلاثينات. اليوم شيوخ الوزراء معدل أعمارهم فوق 60، فوق 55. النصيحة الثانية اللي ودي أنصحها الشيخ ناصر، إنه يقلل عدد الوزراء الشيوخ. ليش 6 وزراء شيوخ؟ نص الوزارة شيوخ، ليش؟ أحسن له وأصلح له، تخلي الوزراء الشيوخ عرضة للاستجوابات. اوكي، انت في عندك الوزارات السياديه كلها شيوخ، رغم اني انا ما عندي هالقناعه، يعني المفروض يكونون كلهم يعني قادرين على اداره الوزارات السياديه وغير السياديه. نعم، لكن الوزارات السياديه عندي شيوخ، ليش الوزارات الثانيه بعد شيوخ؟ يعني وتخلي الشيوخ عرضه دائما للاستجوابات. واحنا شايفين يعني خلال 15 سنه الاخيره غلب الجانب الرقابي اللي هو الاستجوابات والاسئله على الجانب التشريعي لمشاريع الحكومه. الشيوخ جزء من الشعب، ما من حقهم ان يكونون مسؤولين بالحكومه؟ هم حكامنا، هم الشرعيه الدستوريه نص عليها، نصت عليها الماده الرابعه. في السنوات اللي فاتت كلها الحكومه مشاركين وفي وزارات سياديه، في وزارات صارت في فتره من الفترات 3 وزراء شيوخ. انا قاعد اقول انا ماني ضد الشيوخ، بالعكس انا احبهم واتمنى لهم ان يعني. وبعدين حنا ما عندنا هالمشكله اللي صارت في العالم العربي، حنا الديمقراطيه حمتنا، حنا الدستور حمانا، كانوا يقولون علينا الكويت شاذة، شوفوا الفلتان، هذا الفلتان وهذا الدستور وهذه الديمقراطيه هي اللي الحين حمتنا. الحين احنا المفروض
راح بتشوف قطر والبحرين ودول الخليج كلها تحاول تاخذ النموذج الكويتي. احنا لازم نظل متقدمين عليهم خطوه. انا لو من الشيخ ناصر بيان تشكيل وزاره اطرح قصه تشكيل الاحزاب، هذا لازم ينطرح. يعني لازم يكون في شيء المجتمع مهيئ حق هالموضوع. نرجع حق السؤال المكرر، تبي ديمقراطيه حقيقيه لازم يكون في احزاب، وان كان المجتمع غير مهيئ لاستقبال الاحزاب. ليش مو غير مهيئ؟ احنا في عندنا احزاب الان غير معلنه. ما قاعد تشوف عصبيات في المجتمع الكويتي؟ لا، هذه عصبيه طائفيه وقبليه غير. انا قاعد اتكلم على احزاب، الاحزاب تقتل العصبيات. تعتقد؟ طبعا الاحزاب تكون من كل الطوائف، من كل القبائل، من كل افراد المجتمع. بالعكس، هذه نصائح للشيخ ناصر. نعم. عندك بعد نصيحه ولا بس؟ يعني انا لو مستشار ويطلب رايي، وانا على فكره قايل يعني هو سامع شيء قريب من هالكلام، انا من زمان كنت اقول لازم تشكل حكومه، انا من زمان كنت اقول لازم تستقيل الحكومه، وفي ظل الاوضاع اللي صارت لازم، الاوضاع المحليه والاوضاع الحكومة. متى الحكومه الجديده؟ عندك توقيت معين سامع كلام؟ لا والله ماني سامع. عندك كلام. اسماء معينه؟ لا والله ما يعني ما يعني مطولين الموضوع اسبوعين اقل اكثر ما تدري؟ والله ان شاء الله ما تطول، بس شكلها بتطول. تتحدث أسابيع. عن تتحدث عن كرايتيريا لاختيار الوزراء، ما تعتقد بان هذه الاليه تحتاج الى وقت؟ لو كان فعلا سمو الرئيس اذا يبي يسلك هذا النهج، انا ياخذ وقته، خلي ياخذ اسابيع. اذا نعم. اذا يعني اللي انا قاعد اقوله ممكن يتبناه، اكيد يبي يحتاج فايلات ويجي وخلي، بس انت وزاره. انا اعتقد الشيخ ناصر ممكن يفاجئ الناس اذا سوى هالشغله هذه، وهذه الشغله راح تكون مرحب فيها من اعضاء مجلس الامه، من الاعلام، من الصحافه، من فعاليات المجتمع. ما تعتقد بان منصب الوزير اليوم صار منصب طارد؟ لو يعرض عليك، لو تعرض عليك الوزاره، ممكن عيالك يقول لك لا يبا رحم الله والديك، تكفى بلاها، ما نبي هالمشاكل، ما نبي، لا تتاذى صحتك، خليك معانا بالبيت. ما تعتقد انت لو عرض عليك عيالك الشيخ ناصر اليوم وقال لك ابو عبد الله محمد صقر حياك الله معنا الوزاره الفلانيه، لك تقبل دش الحكومه؟ لا انا لا انا ما عندي تقبل؟ خليني اشرح لك. ايه؟ انت سالتني. ايه؟ اول شيء انا اعتقد العمل الوزاري يعني عمل وطني، والمفروض اللي يقدر عليه يدش يسوي. نعم. انا عرضت علي الوزاره اكثر من مره. نعم. الشيخ سعد عرض علي الوزاره، الشيخ صباح عرض علي الوزاره. انا ما اشوف نفسي وزير، هذا مو معناته ان غيري ما المفروض يدش الوزاره. انا ما اشوف نفسي صالح للوزاره، انا يمكن شخصيتي وتركيبتي وعقلي ما اصلح اكون وزير. نعم. لو كل الكفاءات قالت نفس الكلام يا ابو عبد الله، وكل واحد قال انا كان كفاءه. يعني في بعض المشاهدين يشوفون محمد صقر كفاءه ويطالبون. انزين، لو نقول يعني ايضا نفرض جدلا بان مثل ما انت طرحت مساء موضوع الوزارات السياديه، يمكن بعض المواطنين لما تعرض عليهم الوزارات السياديه تخوفون بحكم انها وزارات سياديه. محمد الصقر لو عرضت عليك وزاره سياديه، سمعنا يمكن في 99 اعتقد صار موضوع من ما عندي التفاصيل، يعني هل عرضت عليك وزاره سياديه أو لا؟ لا 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 لا، في 99 الشيخ سعد كان مصر، الله يرحمه رحمه الله عليه، تروح الجنه، الشيخ سعد كان مصر اني ادش الوزاره، واستدعاني الى قصر الشعب 3 مرات، المرة الأخيرة أنا أرفض وهو مصر. نعم. زاه الله خير ما قصر، يعني قدرني واحترمني وجبني. فآخر مرة قلت له طويل العمر أنت حتى الوزارة اللي بتدخلني فيها ما قلت لي أي وزارة، كان يقول لي أنت تبي أي وزارة؟ أنا بصعبها عليه، أنا أدري ما راح تصير هذه. فقلت له أما وزارة الخارجية أو الداخلية أو الدفاع. انتهت المقابلة عقبها. نعم. بس هو ما عرض علي. ولو اليوم تعرض عليك وزارة سيادية؟ لا لا، المبدأ واحد، يا مبدأ واحد، أنا لا ترى ما عندي وزير. رغبة بأني أكون وزير. نعم. زين، إذا استمر اليوم الوضع على ما هو عليه، الاستمرار في تقديم الاستجوابات ويقابله استقالة حكومة وحديث عن حل متوقع لمجلس الأمة، سيناريو مطروح والكل يتكلم فيه، وبعض النواب يصرح علانية حل بعد شهر، الحل بعد شهرين، محمد صقر شو تقول؟ في حل؟ ما في حل، والمجلس هذا راح يكمل فترته. انا لسببين معين. على اي اساس بنيت هذا الكلام؟ سببين. اول شيء المجلس هذا يعني اغلبيته قريبه من الحكومه. انا ما ابي اقول مجلس حكومي، ابي استعمل عبارات ملطفه. لو صار في انتخابات ما راح ييهم نواب
يأيدون الحكومة أكثر من النواب اللي موجودين الحين. وبالتالي إذا النواب اللي هم ما يبونهم اللي من وجهة نظر الحكومة يسوون مشاكل ويستجوبون، هذا كلهم راح يردون. يعني خل أعطي مثل مسلم البراك رد، هم يدرون وأنا أدري ومسلم يعرف، فما راح يتغير شيء. أنا أعطي مثل على مسلم وأنا أمون عليه، يعني هذا سبب هذا، بس هذا مو السبب الرئيسي. أنا أعتقد الآن يعني السلطة السياسية في الكويت تفهم عمرها 400 سنة، مو سلطة جاهلة وسلطة. اليوم في العالم العربي في مظاهرات، في حركات شبابية، في مطالبات، إن شاء الله حد الحكومة تسوي انتخابات وشهرين ها حملات انتخابية وما تدري شو يطلع من هالشهرين. هم اعتصام واضراب ما تحملوا هلنو بشهرين كاملين. ما اكيد في بعض الناس اللي راح حتى اذا استمر التصعيد ابو عبد الله، يعني في فئه ترى منها النائب مسلم براك طالب علانيه بانتخابات جديد، والنائب وليد طبطبائي في فتره من الفترات اعتقدوا بان هذا المجلس يعني مجلس حكومي وتمنوا ان تكون هناك انتخابات مباشره. مسلم عارفه يعني الحكومه مو عارفه. لو فرضنا سووا انتخابات شهرين صح ولا لا؟ نعم. شهرين راح يردون نفسهم لو استمر التصعيد، وراح يرد التصعيد لو صارت انتخابات. يعني انت التصعيد انا اعتقد موجود. انا اعتقد احد اسباب التصعيد هو خلافات داخل الاسره. انا اجزم ان اكثر من 50 يمكن 60 او 70% من التصعيد هذا يخف لو يصير في مصالحه داخل الاسره، واتمنى ان هذا الشيء يصير. واضح. اليوم في تعديلات دستوريه في المنبر الديمقراطي، عرض في بيانه الاخير عدد من التعديلات. كتله التنميه والاصلاح عرضت ايضا عدد من التعديلات الدستوريه، من بين التعديلات التي يطالب فيها حتى عدد من المجموعات الشبابيه موضوع رئيس وزراء شعبي. أبي رأيك على شقين أو على موضوعين، رأيك في رئيس الوزراء الشعبي ورأيك بالتعديلات الدستورية بشكل عام. شوف من ناحية المبدأ أنا أيد رئيس وزراء شعبي من خارج الأسرة، من ناحية المبدأ. نعم. لكن هذا أنا يعني بالسابق كان يطرح أيام الشيخ سعد فصل ولاية العهد رئاسة مجلس وزراء، وأنا كنت أيدها. بس أنا دائما أعيد سواء رئيس وزراء شعبي ولا فصل ولاية العهد رئاسة مجلس وزراء، هذا مو قراري ولا المفروض نخوض فيه، هذا حق مطلق إلى صاحب السمو. متى ما رأى أنه يعين أي رئيس وزراء، أنا أعتقد بالنهاية مو رئيس وزراء شعبي أو رئيس وزراء من الأسرة، نعم، المفروض نخضع إلى معايير الكفاءة هذا. لكن شنو كان السؤال؟ التعديلات الدستورية. التعديلات الدستورية أنا أتعجب يعني من الأخوان في كتلة التنمية والإصلاح، يعني هما ضمن كتلة نيابية أطلقت على نفسها إلا الدستور. نعم. بعد الأحداث اللي صارت في تونس والأحداث اللي صارت في مصر، الآن تبي تعدل الدستور. أنا مبدئيا ويا تعديل الدستور إلى مزيد من الحريات، أنا ضد تعديل الدستور اليوم. أنا تعديلاتهم فيها مزيد من الحريات بعد. أي لا، بس أنا ضد تعديله، هما يبون اليوم التعديل. تقصد التوقيت؟ التوقيت أنا أعتقد غلط. الآن في ظل هالأحداث اللي قاعدة تصير في المنطقة قاعد نقول لهم إحنا ناس نبي حرية ونبي صلاحيات ونبي دستور، إحنا عندنا الشيء هذا. أنا أقول عندما تهدأ الأمور في العالم العربي بعد سنتين ثلاث، على كل أنت ما تقدر تسوي تعديلات دستورية إذا ما كان في اتفاق كامل بين الحكومة والمجلس على التعديلات، ولا ما راح تمشي. لازم يكون في قناعة ويكون في تفاهم بين مجلس الوزراء وبين السلطة وبين الجماعات السياسية، مو أعضاء مجلس الأمة، الجماعات السياسية. نعم. يعني الجماعات السياسية ممثلين في مجلس الأمة. أنا أقول التوقيت هو الخطأ، مو أنا متأكد هم راح يطرحون يعني في برنامجهم مزيد من الحريات. أنا ضد هالوقتها. هم الحين قاعد يعني قبل بالضبط شهرين قاعد يقولون إلا الدستور. شنو معناته إلا الدستور؟ لا تقربون الدستور. إنزين الآن صارت مظاهرات في مصر وفي تونس بتعدلون الدستور، ما يجوز هالشيء. فأنا أختلف ويا الأخوان في الكتلتين في التوقيت.
فقط في موضوع التوقيت من حيث المبدأ معه. السؤال أيضا سريع في موضوع رئيس الوزراء الشعبي، ولا أنت أيدته من حيث المبدأ؟ في ناس تتخوف بأن رئيس الوزراء الشعبي راح ينفذ أجندته الخاصة، محمد الصقر الليبرالي، عبد الله بوفتين إسلامي، كل واحد راح ويقصي الخوف من إقصاء الآخر. شوف هذا الموضوع أنا يعني قلته يعني على عجالة. أنا أعتقد إحنا النظام السياسي بالبلد إذا يعني نعود إلى الأحزاب يمكن طبعاً وأنا ونعود إلى النظام الانتخابي، أنا ويا الكويت الكود دائرة واحدة. أنا من الناس اللي يعني هذا من التعديلات المطروحة من قبل التنمية والإصلاح، هل تعتقد بأن هذا وقت الدائرة الواحدة؟ الدائرة الواحدة ما لها علاقة بالدستور، من ضمن التعديلات أنا على فكرة هم يطرحون دائرة واحدة بنظام معين، أنا أطرح دائرة واحدة بنظام معين. أنا أقول إذا في دائرة واحدة لازم يكون في أحزاب، أو على الأقل كتل سياسية معترف فيها، وعلى نظام القوائم، مو على وما من فوت ولا يعني تنتخب 3 أو 4 أو 5. هذه ترجع إلى قصة شراء الأصوات والفساد الانتخابي. واضح خطط التنمية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وقضية زين الجمعية العمومية في اللي صارت في شركة زين، هذا موضوعنا الآخر بعد الفاصل. خليك معنا مشاهدينا، خليكم معنا بعد الفاصل، عندنا وايد نقوله. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا، وللي يحبون يتصيدون، نعم أخطأت في كلمة قبل الفاصل، قلت بعد الفاصل عندنا وايد حكي نقوله فأحب أصلحه قبل ما نرجع مرة ثانية لأبو عبد الله. أبو عبد الله بنغير موضوعنا، تكلمنا عن الحكومة وتحدثنا عن الاستجوابات وعن توقعاتك في حل مجلس الأمة، ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو موضوع خطة التنمية. موضوع خطة التنمية أحد الموضوعات المطروحة كان في استجواب الشيخ أحمد الفهد. موضوع خطة التنمية موضوع من الممكن أن يتم طرحه في المرحلة المقبلة أيضا كسياسي اقتصادي. هل أنت متفائل بنجاح خطة التنمية 37 مليار؟ هل أنت راضي عنها؟ راضي عن طرح هذا الموضوع كاستجواب؟ هل هو فعلا مادة دسمة؟ يعني أول شيء خلنا نأخذها من ناحية فنية، ليش خطة التنمية؟ خطة التنمية هي لسد فجوات في الوضع الاقتصادي الكويتي. احنا الكويت دخلنا 95% منه من البترول. فخطة التنمية جاءت حتى تنوع مصادر الدخل وتحسن أداء الريع الحكومي وتنزل الدخل من البترول وتزيد الدخل من موارد أخرى. اللي هي التنمية هذه ما تبين بيوم وليلة. السبب الثاني إلى خط التنمية أنك أنت مقبل خلال 20 سنة القادمة على أنك توفر 520,000 فرصة عمل. هذه وين توفرها إذا ما في يعني تنمية؟ والتنمية هي تساعد على وجود شغل إلى الخريجين، إلى خريجين الثانوية، إلى خريجين المعاهد، إلى خريجين الجامعات. هذه خطة التنمية. خطة التنمية تسوي مشاريع كبرى، توظف موظفين وتساعد على دخل أفضل للسلطة. هذه كلها ما تبين خلال سنة وسنتين، تحتاج وقت. تحتاج وقت. أنا الحين ما أقدر أقول لك خطة التنمية راضي عليها ولا لا، لكن بالتأكيد هي ضرورية، وبالتأكيد يجب أن تعالج معالجة دقيقة جدا، لأن هذا مثل جراح اللي قاعد يسوي عملية دقيقة حق جسم المريض. أي خطأ فيها ممكن يضر، ولازم يمسكونها، ولازم يكونون قائمين عليها الناس أكفاء وبنفس الوقت يعني إيدهم نظيفة. وفق المخطط لهذه يعني خطة التنمية خلال 2 سنين يجب أن نكون وصلنا إلى نقطة معينة. تعددت الأرقام وتفاوتت من وزير إلى وزير. محمد الصقر، هل أنت راضي عن الأرقام التي وصلنا إليها في السنتين، أول سنتين من خطة التنمية؟ هو ما صار سنتين من خطة التنمية، خطة سنة ونص يعني. يعني أنا ماني خبير. ولا أبي رحم الله امرئ عرف قدر نفسه فوقف عنده. أنا ما أقدر أتكلم في هذه المواضيع، أنا أتكلم من منطلق سياسي. تو الناس على تقييم خطة التنمية. بالضبط. هذا رأي محمد الصقر. هناك رغبة أميرية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. هل هناك اليوم الإمكانات البشرية، الكفاءات، القدرات الذاتية الكويتية التي تحول الكويت فعلا إلى مركز مالي وتجاري وتحقق رغبة صاحب السمو أمير البلاد؟
شوف رغبة صاحب السمو جميلة ومشروعة، وهو منطلق انه مصلحة الكويت، بس مو كل شيء يبيه صاحب السمو يقدر يسويه، مو بإيده، في عوائق. انت تصدق يعني الكويت تصير مركز مالي؟ مستحيل. خليني اعطيك عدة امثلة، من دخول المطار الى رجال الاعمال الى انشاء الشركات عن طريق مجلس الأمة، الى لجان التحقيق اللي قاعد يسويها مجلس الأمة، الى القانون المستثمر الاجنبي اللي هو طارد وليس جاذب الى الاستثمارات، والى العقلية الامنية اللي قاعد تدير الملف الاقتصادي. شلون بالله انت بصير عندك مركز مالي؟ انت الحين مركز مالي، انا اعطيك مثل واحد. نعم. اعطيك امثلة مو مثل واحد. تفضل. بيل جيتس قبل 3 سنوات يبي الكويت. نعم. قالوا له خلينا نشوف بس ملف الامني قبل لا يدش. بيل جيتس اثرى شخص بالعالم، رئيس مجلس ادارة مايكروسوفت، اكبر شركة انفورميشن تكنولوجي في العالم. يبي ينطرون يشوفون ملف الامني. هذا بدبي يدش رأسا. هذه العقلية، خل هذه على جنب. انت فتحت المجال لتأسيس المصارف الأجنبية، وش قلت لهم؟ قلت لهم انا ابي العمالة الكويتية تكون 50%. طيب انت البنك الوطني هو اللي اكثر عمالة في البنوك المحلية للحين ما وصل 50%، عمره 60 سنة. بتجيب HSBC ولا سيتي بانك تقول له 50%، من بياخذ العمالة؟ بياخذها من البنوك الكويتية. ما راح تقدر تسوي هالشغل. تحط شرط انك تستثمر 50% من عائداتك بالكويت. ليش؟ بعدين في عوائق. مجلس الأمة كل كلمة والثانية يبي يحقق ويا الشركة الفلانية، ويبي يحقق ويا الشركة الفلانية. مجلس الأمة يبي يأسس شركات ويبي يفض شركات، وكل دقيقة قالك والنيابة العامة ما تمشي العملية هالشكل. هذه ما قلت انت اللي اهم المركز المالي هو المركز التجاري. هذا اهم المركز المالي. المركز التجاري انت ممكن تكون خادم الى او تكون يعني موفر خدمات الى 100 مليون شخص على حدودك، 30 مليون في العراق، 70 مليون في ايران، توفر لهم. وهذه الدول ما عندهم الخدمات. العراق طالع من حكم تعيس، ما عنده شيء. انت الكويت ممكن توفر لك كل الخدمات هذه. إيران نفس الشيء، وما حد ينافسك، لا دبي تنافسك، لا أبو ظبي تنافسك، لا قطر تنافسك. هذا المفروض نركز عليه، ولو حتى هذا مو مركزين عليه. احنا العقلية اللي تدير الملف الاقتصادي هي ضرورية، وهذه العقلية لازم 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 تتغير. انا ايضا اتهمكم انتو كتجار في موضوع زين، مثلا بما ان قلنا راح نتكلم عن موضوع زين في موضوع. انا سياسي ترى، انا ماني تاجر، انا ابن عائلة سياسية تجارية. تملك في زين مثلا، مساهم من احد المساهمين في زين مثلا. موضوع زين اخذه على سبيل المثال والوم التجار، اذا انت ما تبتحسب نفسك على التجار، انا الوم التجار في موضوع زين مثلا. الخلافات اللي صارت في موضوع زين على قضيه بيعة زين على الاتصالات الإماراتية الى زين السعودية، القصة اللي صارت هذه ما تعتقد بانها طاردة للمستثمرين اللي جايين من برا؟ شوف انا اعتقد صفقة زين حرام ما مشت، لان صفقة زين كانت راح تريح سوق الأوراق المالية، كانت راح تجيب سيولة إلى الوسط المصرفي، كانت راح تريح البنوك، راح تريح المستثمرين. أنا متعجب الخلافات اللي داخل زين لازم يدفع ثمنها الاقتصاد الكويتي. حرام صفقة زين ما تتم. وأنا من هالمنطلق أن صفقة زين راح يستفيد منها الكثيرين، لكن مع كل الأسف أنا شفت مقابلة إلى السيد خليفة رئيس تحرير الوطن. نعم. يعني حرام الكلام اللي كان يقال. يبي يروح النيابة العامة ويبي يرفع دعاوى على رئيس مجلس إدارة. لما يشوفون هذه الشركات الأجنبية هذا الكلام يبتعدون. هل هو هدفه فشل الصفقة؟ وبهالمقابلة يعني تهجم على كل الناس، تهجم على وقال من إنجازات الأسرة إن حموا الكويت من جشع تجار. الظاهر هذا الولد يعني ما يعرف شنو تجار الكويت. تجار الكويت بنوا الحياة السياسية على ظهورهم ويا الصباح. تجار الكويت كان لهم أيادي بيضاء. أنا ما أدري أي تجار يتكلم عنهم، يتكلم على تجار
قبل الغزو ولا تجار الغزو ولا تجار وسراق المال العام. في هذه المقابلة بالذات أنا متعجب، جاب أكثر من 20 مرة قصة حماية الأموال العامة، وهو يتكلم عن حماية الأموال العامة. وبالتالي هذه صفقة زين فشلت بسبب صراع الاقتصاد الكويتي ما له دخل فيه، حرام. هذا أيضا مثال احنا نتكلم عنه، والأمثلة أيضا كثيرة. ما دمنا في الحديث عن قضية زين، أثير موضوع مكافأة نبيل بن سلامة، وكان العديد من المخالفات اللي أثرت في الجمعية العمومية واطلعت، واليوم صارت جمعية عمومية زين أو الجمعية العمومية في زين، يعني حديث الشارع. موضوع نبيل بن سلامة تحديدا، شنو رأيك في موضوع المخالفات اللي تحدثوا عنها في قضية زين؟ أنا ما أعرف التفاصيل، بس اللي أدري فيه أن نبيل بن سلامة صار السي او مال الرئيس التنفيذي لزين، الرئيس التنفيذي لزين، وفي عقده لحق بواحد في المية حسب ما فهمت. الواحد في المية تطلع اللي تطلع، ما أدري تطلع 20 أو 21 أو 22 مليون دينار، وهو والإدارة التنفيذية. هذا عقد وقعوه مع زين، هذا حقه. اللي عرفت بعدين ان هذا نصه له ونصه حق الإدارة التنفيذية، هم هذا يعني حقه، فيطلع ل 14 ويطلع الإدارة التنفيذية 13، بالأخير هو تنازل إلى 3,800,000. هذا اللي فهمته، وأنا أعتقد يعني هو قال لهم، قال لهم أنا ما أبي أخذ مكافآت من شركات زميلة وشركات تابعة، أنا أبي اللي أتفق معاكم عليه أخذه، وحتى الموظفين اللي عندنا نفس الشيء، وهذا حقه. في كل العالم ها المدراء التنفيذيين إذا أدوا أداء جيد وأداء زين وايد وايد زين يأخذون المكافآت اللي يستحقونها. هم يقولون هو ما يستحق الأرباح اللي مو يبون الأرباح التشغيلية، هو لا. تنازل عنها، وأنا أعتقد كان موقفه شريف وموقفه يعني جيد وباسل اللي سوى. وش رأيك في موضوع المطالبة والتهديد باللجوء إلى القضاء بتحويل مثلا رئيس مجلس الإدارة إلى نيابة الأموال العامة؟ ما أنا ما أدري شو اللي مسويه حتى يروح لنيابة الأموال العامة. شو الخطأ اللي مسويه؟ بيبيع شركته، بيبيع أصوله، شو سوى هو غلط؟ وأنت تعرف يعني أنا هم علاقتي ويا الطرف الآخر مو علاقة كانت زينة، أنا ما دافع عن أحد. أنا أبي أتكلم كلمة الحق. عندهم مشتري بيبيعونها، لهم حق، أصولهم يبيعونها، شنو اللي مسوينا غلط؟ هذا اللي يعني يعني هذا اللي انت تشوفه. عموما موضوع زين يعني موضوع طويل عريض، بالنهايه المساهم الصغير ما تعتقد بان حرم من نتيجه الصفقات هذه؟ اي اكيد اكيد، صراع الجبابره تضرر منه الصغار. نعم، بالحديث عن التنميه ومشروعات التنميه، في موضوع يخصك انت شخصيا او يخصكم انتم شخصيا، موضوع او ما اثير حول جسر جابر. جسر جابر أثير حول علامات استفهام حول المناقصة وحول شركة هونداي، وقيل بأن يعني كلام كثير كان على شركة هونداي، والنقطة الأساسية التي أثيرت بأن شركة هونداي عندها مشروع فاشل في ديرة أخرى ومشروع ما نجح هناك، فكيف لكم أنتم أن تدافعون أو أن تتبنون هذه الشركة أو تدافعون عنها، وهذه الشركة ممكن أنها يعني تجربتها الفاشلة تحدث مرة أخرى بالكويت؟ شوف عبد الله، أول شيء أنا هذه المواضيع ما عندي تفاصيلها، هذه المواضيع كان مسؤول عنها الله يرحمه أخوي رحمة الله عليه. ولما صارت هذه القضية أنا سألت عنها. القضية هي كالآتي، أول شيء اللي أثار الموضوع هي جريدة الحبايب. نعم. زين، وهذه يعني دأبت على أن تشوه سمعتي وسمعت أسرتي، هي اللي بلشت في قصة الفحم المكلسل، هي اللي بلشت في المدينة الإعلامية، وفي عندهم نواب في مجلس الأمة يحركونهم، ولما تركت مجلس الأمة والخرافي أخذوا الفحم المكلسل انتهت القضية، راحت إلى ديوان المحاسبة، وديوان المحاسبة في قصة الفحم المكلسل قال ما في عليها أي غبار. هذه شركة هونداي عندها جسر في الهند، هي وشركة هندية، جزء هم يبنونه وجزء يبنونه الشركة الهندية.
الجزء اللي يبني الشركة الهندية صار فيه يعني طاح أو شيء، وأثبتوها حق لجنة المناقصات هونداي إنهم مو مسؤولين عنه. نعم. هم متهمين هونداي شركة عالمية، إحنا وكلاءها الصدر وإحنا ناس تجار يعني هذا بالحق. الموضوع الآخر في المناقصة اللي طلع ثاني قال إنه يعني هونداي خالفت شروط المناقصة. هونداي يو أثبتوه حق لجنة المناقصات إنه في الكراس ما كان موجود هذا الشيء، والفرق بالسعر أعتقد بين 40 إلى 50 مليون دينار. يو لجنة المناقصات قالوا لها، قالوا حاضرين تنفذون هذا الشيء اللي قاعد يقول عنه المستشار بدون ما فلوس؟ قالوا لي حاضرين. قالوا اكتبوا لنا كتاب، اكتبوا لهم كتاب، وفروا على المال العام فلوس كثيرة. الأخوان الثاني الشركة يعني الفاز المركز الثاني لهم حق، اعترضوا وراحوا إلى دول المحاسبة وراحوا لجنة المناقصات وراحوا مجلس الأمة، ومجلس الأمة قرر إحالته إلى دول المحاسبة. هو أول وتالي راح يحال إلى دول المحاسبة، الحين بدول المحاسبة، لكن لجنة المناقصات يعني أخذت بعين الاعتبار الشكوى وحققت فيها وشكلت لجنة وشافت أن لازم ترسي المناقصة على شركة هوندا. هذه كل القصة. يعني أنت ابتعدت عن الساحة وما زال البعض يثيرون هذه القضايا حولكم في 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 سبب، يعني في بعض الإعلام ما زال يهاجم محمد الصقر. إي أنا متضرر مني، يعني أنا في بداية التسعينات أنا اللي يعني كنت وراء قضية قضايا أموال العامة في لما كنت رئيس تحرير القبس. نعم. يبي يردونها لي، واضح العملية، وما يعني ما راح يهدوني. واضح. وأنا يعني أتقبلها، أنا شخص قاعد أقوم في عمل عام ولازلت أنا أمارس هذا الخط، وراح ييني عقب هالمقابلة راح ييني كلام من هالموضوع، وراح وأنا كالعادة راح أرفع عليهم دعاوي وراح أكسبها. وقف، توقف عن مهاجمتهم. أنا ما قاعد أهاجمهم. وين قاعد أهاجمهم؟ أنا انتهت قصة لما حفظت القضايا هذه وقفت. واضح. زين، ننتقل من هذا الموضوع إلى موضوع آخر أيضا اليوم يهم البلد ويهم اللي قلوبهم على البلد، واللي قلوبهم على البلد مع الأسف بالفترة الأخيرة شفنا أنهم قلة، لأن الأغلبية والسواد الأعظم من اللي بالبلد انجروا خلف الخلافات. بالأسبوع الماضي كان معنا ضيفين، معنا شيوخ دين، معنا شيخ دين أو شيوخ دين من الطائفتين، كان الهدف من الحلقة التهدئة في ظل التصعيد اللي حاصل من قبل جميع الأطراف. البلد شابة ضوء. اليوم النفس الطائفي سمم الأجواء أبو عبد الله. بتقول لي في ناس تقول لك والله إحنا ندافع عن الحق، وناس تقول لك أنا مع المظلوم، وناس تقول لك أنا مع الكويت، وناس تشكك. اليوم واحد يسألني يقول لي أنت عبد الله شنو رأيك في شبكة التجسس؟ السؤال بحد ذاته أن يعني واضح أكو أحد فينا يقبل بشبكة التجسس. صارت الأسئلة والتشكيك والتخوين صفة يومية. محمد الصقر وقعت مع مجموعة اسمها مجموعة الإخاء، جماعة الكويت، كلنا شعب واحد وطن واحد، مجموعة من الوزراء والنواب السابقين وغيرها تنادوا واجتمعوا في ديوان ودار معرفي، والأسماء جميلة والأهداف نبيلة، لكن نبي خطوة إلى الأمام. محمد الصقر، هل هناك فعلا تخوف؟ إيش قاعد تشوف؟ وين رايح الأمور بالبلد؟ مو بس بالبلد، العالم العربي كله صار طائفي. شوف الطائفية بلبنان، شوف الطائفية بالبحرين، شوف يعني جو مسموم، جو كئيب. هذا الشيء احنا ما تعودنا عليه. انا بقول لك على شغله، انا طبعا انبذ الطائفيه والقبليه الى حدودها القصوى. انا عينت في القبس مدير تحرير بعد الغزو، هو الدكتور احمد طقشه. والله العظيم ما كنت ادري اذا هو كان سني او شيعي، ما عرفت الا بعدين، لان ما كنت انظر الى هذا. مو قبل 40 سنة، هذا قبل 20 سنة، بال91. وبالتالي أنا أفهم أن في رابطة الدم وفي رابطة العرق، هذا شيء موجود عندنا في العالم العربي وفي حتى برا. الشيعي شيعي والسني سني والمطيري مطيري والعجمي عجمي، هذه والقبائل هذه موجودة وظاهرة اجتماعية. لكن هذه الظاهرة لا يجب أن تتحول إلى ظاهرة سياسية. لا يجب أن تكون الشيعة أو السنة حزب، غلط. ولا يجب أن تكون القبيلة حزب. أسوأ شيء هو رابطة
تنتمي إلى رابطة الدم. أنا ليش ضد الانتخابات الفرعية؟ لأن الانتخابات الفرعية هي ولاء إلى رابطة الدم أو ولاء إلى رابطة العرق، وهذه يعني هالشغلتين هذه سيئة جدا. وأنا أعتقد يعني هذه تحتاج العقلاء هاي يدشون، وتحتاج الناس تحس بولاء وطني. أنا ولائي إلى البلد يجب يكون هكذا الولاء، مو للقبيلة. أنا بالدين نعم أمارس شعائر دينية كاملة، وأنا مسلم سني أو مسلم شيعي أو مسيحي أو، بس هذه ما المفروض تدش في العمل السياسي. هذا هذه هذه هذا أفيون الشعوب. في خطوة معينة تعتقد يجب أن العقلاء يتدخلون، لكن السواد الأعظم من البلد شايش العالم شاب ضوء. إذا القيادة هي اللي تأججهم، ها شو تسوي بالله؟ أنا خليني أقول لك شغلة واحدة. تفضل. استجواب وزير الخارجية، أنا الحقيقة استجواب وزير يعني شعرت بشمئزاز من استجواب وزير الخارجية. يمكن يستاهل يستجوب في أمور أخرى، بس مو لهالسبب هذا. تصدق استجواب وزير الخارجية المتطرفين الشيعة والمتطرفين السنة مستانسين عليه؟ كل واحد يبي يستعرض عضلاته ويخاطب قاعدته جمهوره، ويبي يكسب انتخابيا، وبالنهاية احنا ندفع الثمن مو حرام؟ وما في احد يشيل الجرس. يعني انا الحين الكلام اللي قاعد اقوله اتوقع ان باكر يضرني، قاعد اهاجم الطرف وين انا المتطرفين. احنا في هالامور المفروض ما نتكل. انا متاكد السجواب بالنهايه وزير الخارجيه ما كان راح يمشي، غير صالح للنقاش. يعني المجلس المفروض، واذا المجلس وافق عليه والله لازم ينحل مجلس الامه. اذا وافق على هالاستجواب ينحل مجلس الامه، ما يجوز هالشكل، لا يجوز يا رجل. شبكة التجسس موضوعنا القادم عقب الفاصل، خليك معنا ومشاهدينا خليكم معنا. شبكة التجسس الإيرانية بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى. أبو عبد الله، بعد ما انتهينا من موضوع الطائفية وانتهينا من الحديث عن رأيك في الوحدة الوطنية وما يحدث في البلد اليوم، أنا ما خلصت. تفضل. أنا في موضوع الطائفية والقبلية أنا أعتقد في شغلة ضرورية. إحنا مجتمع طول عمرنا مجتمع الكويتي مجتمع متسامح، لازم يكون في مكان إلى كل عناصر الشعب الكويتي، سنة شيعة حضر قبائل نساء رجال شيوخ أطفال، لازم نستوعب بعض. وإذا ما يكون في تسامح إحنا راح ندعم الطوفة، وبالتالي لبنان الحرب عليها بلبنان هي كانت بالبداية حرب طائفية لأنه ما كان في تسامح. صحيح. في كثير من الدول اللي صارت فيها حروب أثنية وحروب دينية بسبب عدم وجود تسامح. التسامح هو اللي يبسط الطريق للمجتمع. هذه نقطة وايد مهمة، التسامح يهدئ النفوس، ويا ليت يعني النفوس تهدأ. لكن في موضوعات تثير هذه يعني الشجون، موضوعات بالفترة الأخيرة آخرها كان موضوع شبكة التجسس، شبكة التجسس الإيرانية، الإيراني، الانتماء البعض، الأصول الإيرانية، الطائفة. فالموضوع قسم المجتمع إلى قسمين مع الأسف الشديد، التشكيك والتخوين علامة دائمة. في بداية الموضوع هذا النائب العام الله يشافيه وعافيه يعني طلع أمر بعدم الخوض بهذه الموضوعات لأن القضية كانت منظورة أمام القضاء، وبعد حكم الدرجة الأولى والموضوع اللي طلع والأحكام اللي طلعت على شبكة التجسس الإيرانية رأينا هذا الموضوع مرة أخرى يعني بالمنتديات بالدواوين في تويتر في البرامج السياسية، ويجب علينا أن نتحدث عن هذا الموضوع. لكن أتمنى أن نسمع رأيك فيه بكل هدوء، ومثل ما أنت قلت نحاول نهدي ما نحاول نشعل، انتقد من تنتقد لكن نهدي ما نشعل الأمور. شوف عبد الله، أنا عندما كنت رئيس البرلمان العربي طرحت حوار عربي إيراني، وذهبت وقابلت أكثر مسؤول عربي من وزراء الخارجية ورؤساء الوزارات أو، وأخذت موافقتهم من ناحية المبدأ وذهبت إلى إيران. نعم. وقابلت رفسنجاني وقابلت محسن رضائي اللي كان مرشح رئيس جمهورية وكان قائد الحرس الثوري، وقعدت 3 أيام أتحاور وياهم في هذا الموضوع، موضوع الحوار العربي الإيراني.
وبعدين أنا قدمت استقالتي للبرلمان العربي ما صار هالشيء. أنا في عندي قناعة أن إيران دولة صديقة وجارة، ويجب أن تكون علاقاتنا العرب كلنا سواء الخليج ولا العرب علاقات جيدة ويا إيران. نعم. أنا فوجئت في قصة اصطياد شبكة تجسس بالكويت. نعم. ولا أعتقد دولة صغيرة مثل الكويت ممكن تتبلع على إيران. نعم. أنا الحين أتكلم من منطلق صديق إلى إيران، وأنا أعتقد الإيرانيين يعني يثقون أني أنا صديقهم. الكويت دولة صديقة أصلا مو من صالحها تعلن عن شبكة، لكن الظروف يعني هي اللي فرضت أن الكويت تعلن عن الشبكة، في صحافة وفي برلمان وفي ما تقدر تخش. نعم. وحولت القضية إلى القضاء، والقضاء ما أعتقد تبلع على إيران. أنا أقول إلى إيران تستفيدين بأن تحطين شبكة تجسس على دولة صغيرة مثل الكويت. أنا ما قاعد أتكلم على صراع حرب باردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وهذا يصير جاسوس وذاك يصير جاسوس ويمكن كذب، ولا بريطانيا والاتحاد السوفيتي ولا ألمانيا أيام النازية ويا فرنسا وال... أنا قاعد أتكلم على دولة صغيرة مو من صالحها تعلن عن شيء، ها؟ مو من صالحها تبلع على إيران. إذن هذا الشيء صحيح. نعم. ومو بس الكويت اللي قاعد تشتكي من إيران، كثير من الدول الخليجية قاعد تشتكي. نعم. من إيران. أنا أقول إلى إيران شو تستفيدوا من هالشغلة هذه؟ الكويت ما قاعد تعمل ضدكم، الكويت ما عندها موقف ضدكم، الكويت ما قاعد تنطلق من أراضيها أعمال تخريبية ضد إيران أو حتى أعمال يعني مسيئة إلى إيران. نعم. على العكس من ذلك، أنتوا في الكويت في عندكم مريدين وفي حرية وفي ناس يأيدون إيران، مو فقط شيعة حتى سنة فيه. فيعني شو الاستفادة من هالقضية؟ أنا أتمنى على إيران يا ريت يعني القضية حقيقية، يا ريت تعتذر. الاعتذار راح يكون جميل جدا وراح يكون وقعة على المواطن الكويتي جيد. نعم. وأتمنى إذا في أعمال يعني تجسسية توقف مو ضد الكويت فقط، ضد الخليج كله، حنا نمد إيدنا إلى إيران، حنا نبي علاقات ودية مع إيران، علاقات اقتصادية وعلاقات سياسية وعلاقات اجتماعية، ويوجد كل الأمور هذه. أنت حاليا في حديثك اللي قلته من لحظات انتقدت إيران بهدوء. نعم. بعض النواب من الطرفين، من يدافع عن إيران أو من يهاجم إيران، صوت عالي، يخاطب الجموع، يحرك مجموعات كبيرة، يثير الشجون في نفوس البعض فتثور النفوس. محمد الصقر في كلامك اللي قلته كلام هادي، لكن يمكن ما أطرب البعض اللي كان يبي يسمع أما هجوم على إيران أو دفاع عن إيران. محمد الصقر، من تخاطب بهذا الكلام؟ محمد الصقر، أنت عزفت على الانتخابات الفترة اللي فاتت، لكن إذا كنت تنوي تنزل انتخابات الفترة المقبلة لابد أن تخاطب فئة معينة، لابد أن تخاطب عصبية معينة. لا لا، أنا عصبيتي هي الصراحة والوضوح. هذه العصبية تطول محمد الصقر؟ إيه، أنا ماني طائفي ولا أنا قبلي ولا وما يهمني أنا، حتى لو كنت بنزل انتخابات أنا ما بنزل انتخابات، وهالموضوع ممكن يضرني خلي يضرني. أنا الناس تعرفني أتكلم بصراحة. أنا اشتبني أخاطب أجج السنة ضد الشيعة ولا أروح أغازل الشيعة حتى أخذ منهم كم صوت؟ ما أبي لا هذا ولا ذاك، أنا أبي بلدي تكون مرتاحة، ما أبي هالأمور هذه كلها، ولا راح تشوفني أقول غير هالكلام. بنص الحكي قلت ما راح أنزل انتخابات، هذا السؤال اللي عقبه، راح تنزل انتخابات ولا لا؟ إذا نبي نسولف فيها السؤال، نبي ناخذ راحتنا فيه. ما في انتخابات وين انزل؟ إذا في الانتخابات المقبلة بعد ما يتم المجلس 4 سنوات. أنا طلعت بيان قبل سنتين. نعم. وقررت العزوف عن الانتخابات. نعم. ما تغير شيء حتى انزل الانتخابات. حطيت عدة أسباب والظروف اللي الناس قرأتها حست إن محمد صقر قاعد يتكلم عن واقع سوداوي، كأنك تبالغ في وصف واقعنا الكويتي في بيانك. صار صحيح. شو الواقع السوداوي اللي تكلمت عنه قبل سنتين إلا شهر؟ نعم. قبل سنتين إلا شهر. نعم. بالضبط هذا الواقع قاعد نعيشه الحين. شلون؟ وضح لي الحين. أنا ماني حافظ البيان. أنا عندي البيان. أنت تتكلم عن أعراض طائفية وقبلية ومشكلات، يعني تتكلم عن عديد من القضايا. وزارة ضعيفة وغياب رؤية الحكم وما في ديمقراطيين، كل
كل الأمور هذه موجودة الآن قاعد تثبت بالدليل القاطع. راح تترك الموضوع إذا شفت أخطاء معينة قبل سنتين وتعتقد بأن نبوءتك تحققت والتوقعات اللي حطيتها تحققت؟ ما في شيء جازم. نعم. يعني أنا أقول لك أنا بالانتخابات القادمة ماني نازل، أغلب الظن ما راح أنزل. أنا ما أبي أعطي وعد وبعدين يصير فيه ظرف معين وسبب معين يحتم علي أنزل الانتخابات وأقول أنا. لكن أنا لو الانتخابات اليوم بالظروف الحالية اليوم بالمعطيات اللي موجودة اليوم ما عندي رغبة. مريدينك يقولون محمد الصقر ليش تعطي المجال لغيرك؟ إذا أنت تعتقد أنك تقدر تقدم شيء للبلد ليش ما تكون في ذاك المجال؟ ليش ما تصارع؟ ليش ما تنزل الساحة؟ ليش ما ترجع إلى الكرسي الأخضر ومن خلال الكرسي الأخضر في مجلس الأمة تقول هالكلام؟ عبد الله أنا قلتها بصريح العبارة، أنا شعرت في فترة من الفترات ولا زلت أني لو كنت نائب ما أقدر أقدم شيء. نعم. شحق أضحك على ناخبيني؟ أنت لما تدش الحملة الانتخابية تبتعطي وعود لناخبينك، أنا بكتب عليهم كنت ماني شايف اني اقدر. انا شايف الوضع ها كور مخلص بمجلس الامه، ماني قادر اقدم شيء. يمكن تتغير هالظروف، يمكن اصير عندي قناعات جديده، يمكن الحين ما عندي هالقناعات. محمد الصقر مو واضح معانا في موضوع النزول، يمكن انزل يمكن ما انزل، لكن السؤال اللي بعده وبعد الفاصل راح نتكلم، اسمك يتردد لرئاسه مجلس الامه المقبل. فاصل ونعود. قبل ما ارجع ابو عبد الله لموضوع رئاسه مجلس الامه، من ضمن الحكي اللي طلع في ذيك الفتره ولا زال يتردد من قبل البعض، محمد الصقر ما نزل الانتخابات وقرر عدم خوض الانتخابات في ذاك الوقت بسبب تقسيم الدوائر الجديد والخوف من السقوط وعدم النجاح. شوف انا كنت ناوي ما ارشح انتخابات 2008 وخفت من هالمقولة أنه في دوائر جديدة وخايف أنه هذا الكلام موجود في بيانك. إيه، ونزلت انتخابات 2008 وكل اللي عرف الدائرة يعرف أن أنا حظوظي بالنجاح أكثر من حظوظي بالسقوط وما في شيء مضمون. فأنا وأنا أعتقد يعني كنت واثق من النجاح لو مرشح نفسي، هذا مو سبب. لنفترض جدلا بأن نسبة خوض محمد الصقر الانتخابات المقبلة 1% وتحققت 1% ونزل محمد الصقر ونجح في انتخابات مجلس الأمة وأصبح عضو مجلس الأمة، تردد كثيرا موضوع محمد الصقر ورئاسة مجلس الأمة، إذا نجحت ونزلت و1% تحققت تصير رئيس مجلس الأمة أو تترشح لرئاسة مجلس الأمة؟ هذا القرار مو بيدي. أو نفترض جدلا أني أنا رشحت نفسي. نعم. أنا عام 2008 كنت بترشح للرئاسة. في 2008؟ إيه 2008 كنت بترشح للرئاسة. نعم. وصار في ترتيب وعبد الله الرومي الأخ عبد الله الرومي هو اللي نزل بالرئاسة. نعم. يعني لو ترشحت إلى مجلس الأمة ونجحت في الانتخابات إيه أنا ممكن تكون عندي هالرغبة هذه، أنا ماني مفكر فيها بس ممكن أفكر فيها. وهذا شيء مشروع واعتقد انا اقدر اخدم بلدي من اي موقع سواء نائب او رئيس او اي ممكن. ماذا عن جامعة الدول العربية؟ ايضا منصب اخر، جامعة الدول العربية ارتبط اسمك فيها ورشحت لها، واخر شيء الاسماء صارت يعني اقتصرت الاسماء على ترشيح عبد الرحمن العطية ومصطفى الفقي، اين اسم محمد الصقر؟ انا ماني مرشح. انا اول شيء منصب أمين عام جامعة الدول العربية ما تجي تقدم ترشيحك له، بلدك يرشحك أو بلد آخر يرشحك أو منصب هذا الحكومة هي اللي ترشحه. ما صار فيه كلام عليه؟ أبدا، يعني أبدا، ولا صار فيه لا حكومتي كلمتني ولا أنا عندي الرغبة. هذا ترى قبلها بسنتين، قبل سنتين هم طلع اسمي مرشح إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي وزعلوا البحرينيين. وكان مع أنه كان دور البحرين، معنا كان دور البحرين. إيه؟ أنا عبد الله غير مرشح وليس لدي رغبة وهالمنصب ما أسعى له ومنصب في هالظروف هذه أصلا يعني صعب وايد، لكن أنا سعيد أن الناس تذكرني بهالأمور هذه، يعني يقولون أن محمد صقر يصلح إلى هالمنصب ولا ذاك المنصب، هذا يعني يسعدني بس غير صحيح بالمرة. ما حد كلمني، أنا ما عندي الرغبة
ولا أبي. كنت على رأس البرلمان العربي واليوم على رأس مجلس العلاقات العربية الدولية، وين دور البرلمان العربي اللي كنت فيه سابقا ومجلس العلاقات العربية الدولية في الأحداث الحاصلة؟ وعفوا، وجودك في البرلمان العربي ومجلس العلاقات العربية الدولية يمكن أحد أسباب تكرار اسمك وتردد اسمك في موضوع يمكن الجامعة الدولية. يمكن أنا اسمي أصبح مرتبط في قضايا السياسة الخارجية وايد، أنا نشاطي كله في السياسة الخارجية. نعم. شوف، أنا لما كنت رئيس البرلمان العربي أنا صاحب فكرة إنشاء مجلس العلاقات العربية والدولية. نعم. أنا وعمر موسى. نعم. ما صار هذا لأن صار في خلاف بين ثلاث دول عربية، كل دولة كانت تبي المقر عندها. نعم. ما صار. الآن أنا تركت البرلمان العربي ورأسا رحت كلمت عمر موسى وكلمت الأخ أياد علاوي وكلمت طاهر المصري وكلمت أحمد ماهر وزير خارجية الله يرحمه محمد بن عيسى، وكلمت بالكويت الأخ ماجد جمال الدين مستشار غرفة التجارة، إبراهيم دبدوب، كلمت غانم النجار، كلمت وايد ناس، وكلهم لقت الفكرة استحسان عندهم. فرحت إلى حكومة الكويت ورحت إلى سمو الرئيس، كلمت الأخ محمد صباح سالم وزير الخارجية، وقلت لهم أنا بأسس هذا المجلس وأبي المقر يكون بالكويت. طبعا أعطوني دعم كامل وهذا فخر للكويت أن تستضيف هذا مجلس، مؤسسة مجتمع مدني عربية تعنى بالشأن الخارجي. هذا موجود مثله في كل أنحاء وأقصى العالم، في أمريكا مثل الكونسل اون فورين ريليشن، في بريطانيا مثل الانترناشنال انستيتيوت فور ستراتيجيك ستاديز. هذا مجلس، حتى لا أطول لا عليك ولا على المشاهد، هذا معني بالسياسة الخارجية للدفاع عن القضايا العربية، وكذلك معني في أنه يقرب وجهات النظر العربية في خلافات داخلية مثل حماس وفتح. نعم. ما في جهة محايدة تقدر تجمعهم مثل 14 أذار 8 أذار في لبنان مثل. نعم. العراقيين ما له دور في ظل الثورات الحاصلة والحراك السياسي فيه. الحين صعبة، شو تقدر تسوي؟ نعم. أصلا أنت لو بتروح مثلا إلى مصر، منو الثورة بتقعد تتكلم وياها؟ كثيرين. ولا نبي ندخل نفسنا في هذه ولا الأمور. على الأقل دعم الشعوب، دعم مؤسسات المجتمع المدني في نضالها. هي الآن هذه دعم قضايا. نعم. العربية. أنت لما تروح إلى الغرب وإلى الشرق وإلى الدول الدائمة العضوية ما تشوف إلا وزراء الخارجية يدافعون عن القضايا العربية. نعم. ما تشوف ناس من المجتمع المدني العربي هو اللي دافع عنها. هذه. نعم. هي القضية كلها. أبو عبد الله، ذيك المرة قلت لك إياها والحين راح أقول لك إياها، تكلمنا عن رئاسة مجلس الأمة وجامعة الدول العربية ومجلس العلاقات العربية والبرلمان العربي، ونتحدث قبل عن شركات الساحل، المال، لجنة الشؤون الخارجية، القبس، غيرها، نادي الكويت. ما أقدر ما أسأل نفس السؤال بأن محمد الصقر يعني وكأنك طلاب مناصب محمد، يعني لما يتردد اسمك في كل هالمناصب هذه، محمد الصقر شنو ردك على هذه التهمة؟ شوف، خل نفصل الشركات عن العمل السياسي. الشركات هذه أموال خاصة. نعم. تصل كثر ما عندك أسهم وفلوس تمثل نفسك، هذه موضوع آخر يعني. نعم. خل نأتي إلى اللي قلتهم أنت، رئاسة تحرير القبس، رئاسة نادي الكويت، رئاسة لجنة الشؤون الخارجية، رئاسة البرلمان العربي، رئاسة مجلس العلاقات. هذه كلهم أنا وصلت لهم عن طريق الانتخاب، كلهم يعني مو ورث، ما أخذتهم عنوة وما أخذتهم قسرا، جيت عن طريق الانتخابات، وهذا دليل على أن أنا في عندي مريدين يأيدوني في أني أصل لهم. لكن كل هالمناصب اللي تكلم عنهم أنا قدمت استقالتي منهم، كلهم. القبس أنا قدمت استقالتي، نادي الكويت أنا ما رشحت نفسي، رئاسة مجلس الأمة أنا ما رشحت نفسي وبالتالي خسرت رئاسة لجنة الشؤون الخارجية، البرلمان العربي أنا كان ممكن أستمر إلى نهاية فترته وقدمت استقالتي. أنا فعلا أحصل على المناصب لكن أنا ما أكون عبد لها، ولا عندي نظرية نادرة ما ترى في الوطن العربي لقب الرئيس السابق. أنا سابق في كل شيء، سابق في كل شيء. محمد الصقر، هل يمكن أن نرى مالكا خليجيا لنادي ليفربول؟ والله انا سعيت. سعيت؟ اي والله سعيت. سمعنا الحكي بس ما درينا صدق ولا لا. انا طبعا علاقتي بليفربول صار لها 30 سنه. هم يعتبر ترى طلب منصب بعدين.
لا لا انا ما لي دخل فيها، انا سعيت لاني احب النادي. نعم. وسعيت ويا طرف خليجي ما بيقول اسمه. نعم. وطلبوا مني الملاك السابقين اللي هم هكس وش اسمه اني، وما صارت. لكن انا اعتقد الملاك الحاليين زينين في ليفربول. وردني بانك قلت اول ما وقعوا مع داغليش بانه هو دقه قديمه. داغليش طق كبار انجلترا مانشستر يونايتد. ومانشستر سيتي متعود عليهم. متعود عليهم من لما كان لاعب. لا زين، ما تعتقد بانه فعلا؟ ما قلت الحكي. لا ما قلت هالكلام ابدا. لا، وقلت بنفس المكان هذا انا مستعد امدد مع المدرب السابق بنيتز لما ادري 10 سنين. صحيح. انا اعتقد بنيتز لو موجود ويا هالملاك هذيلا. نعم. بنيتز خوش مدرب، من احسن المدربين في اوروبا، بس الاداره السابقه كانت يهمها انها تسوي ارباح، مو يهمها انها تصرف فلوس. ما كان عنده ميزانيه لشراء لاعبين. هو كمدرب ما حد يعني يقول عليه مو خوش مدرب. لكن انا اعتقد ليفربول توفق في دالجليش اكثر، لانه ابن النادي ويعرف طبيعه النادي، وانا اعتقد راح يكون ناجح في المستقبل. ابو عبد الله، وصلنا الى الختام، عندك كلمه اخيره تبي تقولها؟ انا شاكر لك على هالاستضافه. واحنا شاكرين لك على سعة صدرك. شكرا محمد جاسم الصقر. مشاهدينا الأحبة، وصلنا إلى الختام. دعوتنا في ظل هذه الأجواء إلى التسامح، إلى التعايش، إلى الهدوء. قبل ما تقول الكلمة فكر فيها، قبل ما تكتب المقال فكر فيه، قبل ما يطلع المسج منك فكر فيه ألف مرة. إن شاء الله تكون هذه الأجواء أجواء مؤقتة، واشتد يا أزمة تنفرجي. نشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.